اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الاغاني. دلوقتي هناخد اغنية مشهورة جدا اسمها لابامبا. الاغنية دي قديمة جدا طبعا. طب ليه بناخد بقى حاجات قديمة كده؟ اول حاجة، وانت بتعزف قدام اي حد او حاجة او عايز تعمل كوفرز او كده، لازم يكون عندك حاجة اسمها كلاسيكس. كلاسيكس دي يعني مجموعة اغاني قديمة او اغاني عالمية تبقى الناس كلها عارفاها، مفيش حد مش عارف الاغنية دي. طب انت ممكن تقول انا مش عارفها اصلا، اول ما نسمعها دلوقتي هتعرفها على طول. اللحن بتاعها كان معروف قوي في فترة كده، خطير يعني. طيب يعني ايه الجزء الاولاني ده فاضي؟ مثلا هنا في انترو، الانترو ده مثلا ممكن كنت بتلعب بآلة تانية اللي هو مثلا بيانو او اي حاجة، فالوقت ده كده انت ما بتعزفش، فلازم تفضل باصص على الموازير لحد ما تخش انت من مازورة ستة. فمثلا تن تارا تن تارا تن تارا تن تارا تارا، مازورة واحد اتنين تلاتة اربعة، لحد ما يجي دورك انت عند مازورة ستة تبتدي تعزف، فتعزف السول ده. طيب الناس كانت بتسألني بقى يعني ايه مثلا صفر بين قوسين. الصفر بين قوسين يعني ما بعزفوش، يعني مثلا المفروض ان الصفر ده هتلاقي قبله صفر تاني اهو، فهتلاقي ان المفروض النغمة دي هي امتداد النغمة دي، يعني النغمتين دول زي بعض ومربوطين ببعض كده، ده اسمه تاي. تاي يعني ايه بقى؟ يعني بعزف النغمة دي ما بعزفش النغمة التانية، بتفضل متوصلة بيها، تزود عليها الزمن يعني. فعشان كده حطيت لك دي بين قوسين، يعني دي امتداد للي فاتت ما تعزفهاش. طيب نكمل نفس الكلام، طبعا هيكون مع التلاتة. أي نغمة بين قوسين نفس الكلام أهو، تلاتة هتلاقيها برضو متوصلة باللي قبلها، مثلا زيرو أهو هتلاقي برضو متوصلة باللي قبلها. تعالوا نكمل كده. او دي حاجة برضو مهمة قوي عايزين نعرفها، ان احنا مثلا بنعزف نغمتين مع بعض وبيدوني برضو لحن الميلودي في الاخر، بس بيكون معاه حتة هارموني كده عشان يديني صوتين مع بعض، فدي برضو حاجة جديدة عايزين نأكد عليها شوية. فهي زي كده مثلا. بس بعد كده في هنا سولو، عشان كده برضو مديني الوقت كل ده فاضي فاضي، يعني في آلة تانية غيرك انت هتعزف، فتفضل ماشي برضو مع الزمن لحد ما يجي دورك تعزف من هنا تاني. عشان كده ده بقى فكرة تعزف مع جروب، انك كل واحد بيبقى قدامه النوتة بتاعته مثلا وعارف هيخش منين يبدأ منين، كلام زي كده. وهيبدأ بقى فيرس 3 اهو مثلا، وبعدين هيعيد الكورس تاني، ما فيهاش حاجة يعني، كلها إعادات هتفضل تتعاد تتعاد، بس هنا فكرة النوتة نفسها ازاي، سواء بتقرا نوتة او بتقرا تابليتشر، المهم تعرف هتخش فين او كده، لان مثلا في الوقت ده ممكن يكون حد تاني بيلعب كوردات في آلة تانية بتعزف، فعشان تبتدي تعزف مع جروب. بس هنذاكرها طبعا، هي سهلة، ويعني ما تستهونوش بالاغاني اللي هي الكلاسيكس دي القديمة والحاجات الحلوة دي، لان دي بتبقى في ودن الناس جدا وبيحبوها، سواء من جيلك او من الجيل اللي قبلك، هتلاقي دي اغنية خلاص سابت علامة في المزيكا. فنذاكر الحاجات دي مهمة جدا. بس هشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.